اللحظة دي بقيت أنا اللي أبوه، باخد بالي منه وبرعاه. يعني تقدري تقولي كأني شلت الهم بدري. اللي أنت بتقوله ده يا حسام يكبرك في عينيا أكتر. لا يا ناجي، أنا ما أقدرش أقبل هدية غالية بالطريقة دي. إيه المناسبة؟ أنا راجل عايش بطولي في الدنيا دي، لا أب ولا أم ولا زوجة ولا حتى حتة عيل يطلع عيني. كانش عندي حد أقدر أقدم له هدايا تفرحه. تخيلي، مهم جدا إن الواحد يكون عنده حد يهديه. أيوة بس أنا ما أقدرش أردها. وحد قالك رديها؟ دي حاجة بسيطة بعبر لك بيها عن إعجابي. دي حاجة بسيطة؟ أنت بتشتغل إيه بالظبط؟ أنا ما قلتلك راجل أعمال. أيوة، أعمال إيه بالظبط اللي تخلي واحد زيك يجيب طقم ألماظ يساوي ثروة لواحد ما يعرفهاش غير من يومين بس؟ ما أنا زي ما بفهم في الألماظ والمجوهرات بفهم برضو في بني آدمين. إحنا شئنا كتير يا كاميليا، شئنا كتير، وربنا أراد اللي إحنا نلاقي بعض صدفة في سوريا. أنت نهيت قلبك في السياسة وأنا وجعت قلبي ودماغي في الشغل، وفي النهاية إيه؟ ولا حاجة. بتيجي نقضي الكام يوم اللي باقي لنا في عمرنا من غير ما نعمل أي حاجة، ناخد فيلا على النيل ونعيش، وكل واحد يحاول يسعد التاني. ده قرار مش سهل يا ناجي، ما يتاخدش في 48 ساعة. أما نرجع مصر أكيد هنتقابل ونتكلم. بس اقبلي من الهدية دي أرجوك. فيلا 3 أدوار، دور لماما، ايوه، ودور للواد كريم عشان يتجوز فيه، ودور ليا، وعربية بي ام احدث حاجة، وشركة كمبيوتر على اعلى مستوى. ايوه يا نوسة، انت نسيتي صوتي ولا ايه؟ انا تهامي، تهامي يا نوسة. وحشتيني قوي يا بت. انت كمان وحشتيني قوي يا تهام. مال صوتك يا نوسه؟ لا اصلا انا متخانقه مع بابا، في واحد متقدم لي انه واحد صاحبه جاي من الخليج معاه قرشين وجاهز، وبابا مصر ان انا اتجوزه. احنا مش جينا قرينا الفاتحه مع ابوك يا نوسه؟ وناجي بيه عطله جه معايا؟ هو لعب عيال ولا ايه؟ اسمعي يا نوسه، انا جاهز اكتر منه ومن اللي خلفوه. انا بقيت مليونير ومعايا فلوس كتير قوي، فلوس هتأمن لنا مستقبلنا ومستقبل ولادنا طول العمر. مليونير ازاي في شهرين يا تهامي؟ انت بتضحك عليا على فكره. ايه، سرقتوا بنك؟ يا ست مالكيش دعوه جبنا فلوس منين. إيه؟ المهم دلوقتي تقول لابوك اني جاي بعد بكره، وهنفذ له كل اللي هيطلبه مني يا نوسه. انا في سوريا. يا ست مفيش طيران غير بعد بكره. اسمعيني كويس دلوقتي يا نوسه، عايزك تنزلي تدوري على اجمل فيلا في مصر يا نوسه، وتعرفي ثمنها كام، وتنقي اغلى واحسن عفش في مصر. زي النهارده يا نوسه هنكون متجوزين وفي بيتنا. ما تقلقيش، انا ما عملتش حاجه غلط، والله العظيم ما عملت حاجه غلط، انت عارفاني كويس يا نوسه. مع السلامه. ايه يا تهامي؟ ايه يا تهامي؟ ايه يا ابني اللي خلاك تقول لنا احنا في سوريا؟ مش ناجي بيه ننبه علينا؟ ما حدش يقول احنا فين بالظبط. يا زهر يا اخي ما كنتش مركز. انا اول ما قالت لي ان في واحد متقدم لها حسيت ان التعب ده كله اللي انا تعبته وراح على الفاضي. أنا بحبها يا زاهر، الفلوس دي كلها مش هيبقى لها قيمة لو نوسة راحت مني. طب احنا ماشيين بكرة راجعين مصر، هتعمل ايه هنا في سوريا؟ ما تيجي معانا. انا عندي شغل، وانت فاكرني جاي اتفسح؟ شغل؟ شغل ايه؟
بيدوكي كام؟ الموضوع مش موضوع فلوس، هو انت بتقدر العمل بقيمته المادية؟ لا لا لا، ده انا اخر حاجة افكر فيها القيمة المادية، بالعكس فلوس فلوس ايه؟ الفلوس دي ورق في النهاية. طب انا هشوفك ازاي في مصر؟ انت فعلا عايز تشوفني يا ناجي؟ والله انا لولا مرتبط بابو القاسم ما كنتش مشيت من هنا الا ورجل على رجلك. مين ابو القاسم ده؟ ده راجل طيب، راجل كويس، انا شريكي في شغل بعمله في سوريا. طب خلاص الغي سفرك ونمشي مع بعض. لا ما انا ما اقدرش، اصل لازم اروح مصر اول ارسق نفسي واوضب روحي لغايه ما تيجي انت بقى ونعملها ها وأقوم كده زي بتوع السيما. ناجي انت بتتكلم بجد؟ فعلا عايز ترتبط بيا؟ انا عمري ما خدت في حياتي حاجه هزار، حياتي كلها بجد بجد. الهزار اللي بعمله ده كان كاموفلاش عشان ايام تعدي ونخلص. انا طول عمري ما كنتش لاقي حاجه اهتم بيها، دلوقتي لقيت الحاجه اللي اهتم بيها. انا لما قابلتك يا كاميليا حسيت ان انت الانسان اللي ممكن نقعد مع بعض، نتغابى مع بعض، ونعاكن على بعض في الايام اللي باقيه. ده كلام حب جديد خالص. والله ما خدت بالي. يا توامي مالك؟ لا ابدا مفيش يا باشا، احنا بكره راجعين الساعه كام ان شاء الله؟ النهارده الساعه 6. طب استاذن سعادتك يا باشا، اسبق انا النهارده وتحصل لي بكره. ليه في ايه؟ لا ابدا يا باشا، اصل انا يا باشا كلمت نوسة و ايه وايه؟ تقدم لها عريس وابوها مصر يجوزوها لها غصب عنها. يعني هو هيجوزها لها الليله دي؟ لا طبعا يا باشا، بس انا خايف يرتبط معاه بكلمه وما يعرفش يرجع فيها. لا ممكن او يرجع في كلامه. اسمع التهاني، انت سبت مصر بعد ما انت راجع لها دلوقتي، الفلوس اللي معاك تخليه مش يرجع في كلامه؟ لا، هجوزك نوسة، ولو طلبت كمان ايد ام نوسة مش هتأخر عليه. يضحك كده وفرفش. يلا فرفش. فين الواد ابراهيم؟ خد تعالى. فين امبارح يا ده ابراهيم؟ ناجي باشا؟ لا مفيش، ده احنا نزلنا نتمشى شوية، أصل الجو كان حلو فقلنا نعمل شوية رياضة. وعملت شوية رياضة؟ للأسف، شوية تمارين خفيفة، أصل الرياضة رياضة ممنوع هنا. تعرف يا باشا، انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط الشيوعية عمل حالة من عدم التوازن في العالم، أدى إلى ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، اللي هو إيه بقى؟ تحكم القوة الرأسمالية الواحدة في مصائر العالم التالي، وكل ده بسبب البروسترويكا. إيه وادي الثقافة اللي حطت عليك فجأة دي؟ ده أنت كنت تافه، ما تعرفش الألف من قوس الدور، أنت جبت الكلام ده منين؟ أصل إحنا عدينا على المركز الثقافي الروسي. والله؟ بس الناس إيه يا باشا؟ ما شفتش حلاوة كده ولا طعامة ولا جمال. في المركز الثقافي الروسي. ده انتوا قعدتوا بقى. ده احنا خدنا ودينا معاهم كتير، ده احنا قضينا الليله كلها هناك. ترجمة
كنتوا فين امبارح يا عبد الجليل؟ كنتوا فين امبارح؟ في قهوة العروبة يا باشا. قهوة العروبة ايه يا حيوان؟ ده كان المركز الثقافي الروسي. أنا مش عرفني القهوة العروبة قلبت ثقافي روسي. أنا مش بقول لك يا باشا ده جاهل، ده فاكر القهوة مركز ثقافي روسي. شوف ياض أنت وهو. أنتوا لا كنتوا في قهوة ولا كنتوا في المركز الثقافي الروسي. أنتوا كنتوا في كباريه الصيع. وأنا الحق عليا اللي نزلتكم بعد الساعة 8. وأنت فاكرك يعني يا باشا إحنا رحنا الكباريه ده للمسخرة وقلة الأدب؟ مال علشان ايه؟ لطلاق الحضارات، احنا لما نعمل تبادل ثقافي ما بيننا وبين الجنسيات التانية ده بيوسع مداركنا، صح يا عبد الجليل؟ بيوسع مراكبنا مداركنا بيلسع مراكبنا. عليا الطلاق يا باشا، هم ستة بيرة هم اللي جابوا من الاخر معايا. يلا نجار انت وهو. النهارده النبطشية بتاعتكم وزاهر وتهامي هم اللي هينزلوا. يلا اطلعوا لفوق. يلا يلا بالراحة بالراحة بالراحة. قهوة يا حمار. Stop, 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 stop,